on. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن بعض الديفينيشنز المهمة اللي لازم تعرفها في الأوتوماتيك كنترول سيستم، وهنتكلم كمان عن الكلاسيفيكيشن بتاعة السيستمز عندنا. بس قبل ما نتكلم عن الديفينيشنز، تعالى كده نتكلم عن السيستم كده بشكل عام. نتكلم عن السيستم بشكل عام. لو كل واحد بص فينا حواليه دلوقتي هيلاقي حوالين مليون سيستم، او كل حاجة عبارة عن سيستم. لو مسكنا اللمضة اللي انت بتنورها وبتطفيها كل يوم دي، ما هي عبارة الا ان سيستم انت بتدخل له الانبوت، ان انت بتعمل بريس او بتضغط على الكوبس بيبدأ يديك الاوتبوت بتاعه اللي هو اللايت او الاضاءة. لو مسكنا العربية هنلاقي فيها مليون سيستم وسب سيستمز، فهتلاقي مثلا الفلوريت بتاع الفويل الرايح للانجن ده ما هو سيستم بيتحكم فيه، اللايت بتاع العربية سيستم، الفرامل سيستم، كل حاجة في العربية ما هي الا سيستم او سب سيستم. فلو جينا عرفنا السيستم هنلاقي ان هو كومباينيشن اوف كومبوننت مع بعضيها بتعمل لي سبيسيفيك فانكشن معينة. زي ما انا قلت ادخل له انبوت معين، بتحصل مجموعة من البروسيس بطريقة معينة بيبدأ يديني الاوتبوت بتاعي. بالإضافة اللي هنا زي ما هنعرف كمان شوية في حاجة اسمها disturbance signal، دي أنا ما بتحكمش فيها، دي بتكون نتيجة للظروف البيئية، هنعرفها كمان شوية. برضو من ضمن الديفينيشنز اللي لازم نعرفها الانبوت طبعا اللي أنا بدخله للسيستم، والاوتبوت اللي هو بيخرجه للسيستم. في برضو عندنا static system وdynamic system. static system ده بيكون الاوتبوت بتاعي depend على الانبوت فقط وليس depend على التايم. الديناميك سيستم بيكون ديبند على التايم كمان، وده معظم السيستمز اللي في حياتنا او اللي هنشتغل عليها كمان بتكون ديناميك سيستم. في حاجة برضو امتى اقول على السيستم بتاعي ده لينير سيستم؟ لما لو جينا بصينا للجراف ده هنلاقي عندي 3 كيسز تمام، او 3 حالات. اول حالة لو انا دخلت للسيستم i1 فانكشن طبعا في t اداني o1، طب لو دخلت له i2 اداني o2. طيب المفروض انا هقول على السيستم ده لينير لو اديته الانبوت مجموع الاثنين i1 وزاد i2 لازم يديني مجموع الاوتبوت بتاعهم. لو اداني مجموع الاوتبوت بتاعهم يبقى في الحاله دي السيستم ده لينير سيستم تمام. كمان هنيجي نقسم الكنترول سيستم بتاعتنا لحاجه اسمها اوبن لوب كنترول سيستم وكلوزد لوب كمان شويه. open loop ده معناها السيستم بتاعي اي نعم انا هديله input، تحصل مجموعة من البروسيس هيديني الاوتبوت. الاوتبوت بتاعي ده ما هو بيحصل فيه error نتيجة للنويز، نتيجة لظروف خارجية اللي هي اسمها disturbance signal زي ما قلنا من كمان شوية. ايه المفروض يعمل السيستم يصحح نفسه؟ لا، في السيستم ده اللي هو open loop system لا، هو بيطلع لك الاوتبوت بتاعه وما بيديكش feedback منه ان هو يقول لك في حصل فقد او ما فقدش ويبدا اوتوماتيك. لا، هنا في الحاله دي مفيش فيدباك، هو الاوتبوت هيحصل فيه ايرور هيفضل فيه الايرور زي ما هو. طبعا زي ما هو هنا موجود اهو مفيش فيدباك. الاوتبوت ما بيتغيرش الا لو انا غيرت الانبوت مانوال كمان تمام. بيكون الكونستراكشن بتاعه سيمبل، بيكون ستيبل، الكوست بتاعه رخيص جدا، بيكون ان اكيوريت وان ريلابل تمام. لو ادينا ابلكيشن زي الويشنج ماشين والجاز اوفنز، لو جينا لتاني حاجه واللي هي الكلوزد لوب كنترول سيستم، ده بقى حاجه تانية. ده انا بديله انبوت اي نعم، تحصل مجموعه من البروسيس بيدي من الاوتبوت، ولكن بياخد سيجنال من الاوتبوت ده ويبدا يقارنها بالاوتبوت المطلوب. طبعا قلنا الاوتبوت بيحصل فيه ايرور نتيجه الديستربنس سيجنال، وهنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي السلايد اللي جاي. بيبدا بقى السيستم اوتوماتيك كده يصحح نفسه او يعالج الايرور ده سواء كان بالزياده او بالنقصان. طب ايرور زي ايه؟ لو انا مثلا راكب عربيه تمام، والعربيه دلوقتي طالعه مطلع، من الطبيعي العربيه بتبدا السرعه بتاعتها تقل. السيستم اللي عامل كنترول على الفلوريت بتاع البنزين مجرد ما بيلاقي السرعه قلت دايركت كده بيبدا يزود الفلوريت اللي رايح للانجن. في الحاله دي هيبدا السيستم، يبقى السيستم اوتوماتيك هنا عالج الموضوع او عالج المشكله اللي حصلت اللي هو نزول في السرعه. دا
ده اسمه اوتوماتيك سيستم، اللي هو كلوزد لوب كنترول سيستم. ده بيكون طبعا ليه فيدباك اوتوماتيكالي، بيعمل كوريكت نتيجة الديستربنس سيجنال. السيستم بيكون اكيوريت وستيبل، والنويز بيكون ضعيف، تأثيره بالنويز بيكون قليل جدا. بيكون كوست شوية اكيد طبعا، سيستم بيشتغل اوتوماتيك يعني عايز يكون ايه. الفيدباك بقى لسه متكلمين عنه شوية، بيكون بوزيتيف اور نيجاتيف على حسب الاوتبوت بتاعي طلع اكبر. يعني مثلا لو بنفس العربية انا نازل مطلع، في الحالة دي السرعة هتزيد، يبقى الفيدباك هيكون بوزيتيف، لو انا طالع وهكذا. فعلى حسب الفيدباك بيبدأ السيستم اوتوماتيك بيعالج المشكلة دي سواء بالزيادة او بالنقصان. الديستربنس سيجنال زي ما لسه سايبينها من شوية، ده حاجات انا مش عايزة تحصل، ولكن هي غصب عن نتيجة البيئة، نتيجة النويز ايا كانت، دي بتحصل للسيستم وهي اللي بتخلي لي في ايرور في الاوتبوت بتاعي. تمام. طبعا الديستربنس سيجنال دي بتكون لا اما اكسترنال او انترنال، من داخل السيستم او من خارجه. من داخل السيستم بتكون نويز، داخل السيستم خارج السيستم بقى بتكون حاجات كتير قوي. انكلينيشن اللي هو الطلوع والنزول، لو انت بالنسبه للعربيه، الظروف البيئيه، الرياح، حاجات تانية كتير، ده كله بيأثر على السيستم بتاعي وبيأثر على قيمة الأوتبوت بتاعي، وبناء عليه بيبدأ بيحصل ايرور للسيستم بتاعي. بعض الابليكيشنز بنستخدمها، لو جينا بصينا للمثال ده، ده closed loop feedback system. تمام. ده متخيل ان هو بيستم بيتحرك لفوق ولتحت. تمام. طب انا عرفت منين ان هو closed loop system؟ المفروض في الفيديو اللي جاي هنتعلم ازاي نطلع الفانكشن او الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم ده. السيستم ده ليه فتحتين، فتحه من تحت وفتحه من فوق زي ما انتم شايفين، وهنا في 3 فتحات. الفتحه اللي تحت دي واللي فوق دي يعتبر الدرين، اللي هو low pressure، البريشر بتاعها واطي جدا، ودي بيكون فيها البريشر عالي. يعني ما عند متى انا اوصل الفتحه دي بالفتحه دي اصبح للبريشر عند ايه، اعلى من البي، لان بي هيكون توصل بالدرين، فيبدا البيستم ينزل لتحت. ولو انا عكست، لو خليت الفتحه دي هي اللي متوصله للبريشر، يبقى هنا البريشر اعلى، يبدا البيستم يتحرك لفوق، هيتحرك مسافه معينه. ايه اللي ربط المسافه دي؟ اللي هو الرود ده هو اللي ماسك الدنيا، خلي ده ينزل مسافه معينه بناء على الحركه ده، يعني ده يتحرك مسافه معينه يخلي ده يتحرك. يعني الموضوع كله مربوط بده. ده هنطلع له الترانسفير فانكشن في الفيديو اللي جاي. ده كلوزد لوب، ليه الاوتبوت بتاعه انا عايز اوتبوت معين، يبقى هيطلع لك نفس الاوتبوت بتاعه. لو جينا بصينا لده برضو، ده اللي في العربيه بيزود السرعه ويقلل السرعه. طب ايه فكرته؟ دول زي ما احنا شايفين كده كورتين من حديد بيعملوا له حاجه اسمها سنترفيوجال فورس، متوصلين دايركت بالشافت اللي هو بتاع الانجن او بتاع العربيه. مجرد ما السرعه تقل بيبدا الكورتين دول على الجناب بيبدا يتضموا لتحت، بيبداوا يزودوا فتحه الفلو ريت بتاع البنزين اللي رايح للانجن. ومجرد ما السرعه تزيد قوي بيبدا دول يفتحوا لبره، بيبدا ان هو يقلل الفلو ريت اللي رايح ناحيه الانجن، وهكذا. ده برضو كلوزد لوب سيستم. وبكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الماثيماتيكال موديل، وازاي انا اوصف السيستم بتاعي في هيئة فانكشنز معينة. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.